بالمناسبة هذه مناسبة عظيمة عظيمة على الشعب الجزائري، مناسبة عيد الاستقلال 5 جويلية 62، 5 جويلية 2023 نعتز بهذا اليوم. احنا اليوم نشكر المرصد الوطني لحقوق الإنسان والجمعية نتاع ترقية نتاع مصطفى الهقر نتاع المجتمع المدني، نشكرهم على هذا على الدعوة الكريمة الذي بهذه المناسبة اللي لاقونا فيها، يعني التقى فيها الجيل القديم مع الشبيبة الجيل الصاعد، اللي من خلال هذا الجيل هذا يعني من خلال الجيل القديم أننا نلقن الجيل الجديد ما آثر أولا ما آثر ثورة التحرير الكبرى اللي راح ضحيتها أكثر من 1.5 مليون شهيد، هذا من جهة، ومن جهة ثانية شخصية الأمير عبد القادر اللي أصبحت على كل حال شخصية عالمية اللي قدمت شيء كبير سواء في السياسة سواء في المعاملات الإنسانية سواء للصديق أو للعدو. احنا اليوم بهذه المناسبة يعني نشكر المرصد الوطني لحقوق الإنسان على هذه الالتفاتة الطيبة، ولا ننسى كذلك أننا في هذا عيد الاستقلال ما ننسوش أننا نترحموا على شهدائنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.